ما أظهرت لهم الانتخابات هذه الرئاسية هي أنهم صدموا أسوأ من انتخابات 2019، والنسبة لم تتجاوز 10%. انتخابات 2019 المرجح أنها وصلت 16% أو 17% أو 15-17% ربما، يعني مرجح، لكن هذه المرة ما تجاوزتش 10% باعتراف حتى الحكومة الفرنسية اللي نقلتها عليها الأوبينيون مثلا كمثال. وعارفين باللي علاقتهم مع إسبانيا متدهورة جدا، مع فرنسا متدهورة أو متدهورة جدا، مع الروس متدهورة وستتدهور أكثر، لأنهم الماليين الهجوم الأخير تاع البارح تهموا النصرة وقال لك هذه اللي تدعمها المخابرات الجزائرية، وقتل للروس عناصرهم تاع فاغنر، وعندهم مشاكل مع الروس في ليبيا، والروس مهم جدا سلاح. إذا مع أهم ثلاث دول في العلاقات من ربع دول، ثلاثة علاقتهم سيئة جدا، إسبانيا فرنسا روسيا. العلاقات مع أمريكا، أمريكا دايرين معصا يقولوا للحرب على الإرهاب. العلاقات الخارجية سيئة. علاقات مع الجوار متدهورة أو متدهورة جدا، مع مالي متدهورة جدا، مع النيجر متدهورة، مع ليبيا متدهورة، مع المغرب متدهورة جدا، مع موريتانيا وتونس متقلبة من حين لآخر شوية تونس. إذا العالم المحيط فيه مشاكل. الدول الكبرى اللي هما يعتمدوا عليها أساسا معهم مشاكل. قضية الصحراء الغربية اللي هي فونت كوميرس بزنس كبير ينهار أمام عيونهم، وآخر اللي يعتبرهم خدعوهم هو فرنسا، قبلهم إسبانيا، أمريكا، ألمانيا. مشكلة، محشورين في الزاوية. واش نجيبو؟ نجيبو كارتة الحوار. يا الله الأجيال القديمة راه كاين اللي مات وكاين اللي ينسى وكاين اللي يطمع وكاين اللي راه يشوف روحو بالك وصل سن كبير مليح يشارك ويدي شوية حقه، والفرامجية دائما كاينين والكاشيريس دائما كاينين في الأحزاب وفيما يسمى المجتمع المدني. يا الله نعاودو نديرو لعبة الحوار. هذا الموضوع راح نناقشه المرة الجاية بتفاصيله، واش معنى الحوار، وممكن عاودوا نرجعوا شوية بالخادم، لكن خلينا نختموها فقط بكيف نرى الحوار، كيف نراه. نختمها لكم بهذا التدخل نتاع البروفيسور عباس عروة. هاوش الإجراءات الضرورية قبل إطلاق أي حوار وطني، وإلا ما عندوش أي معنى. أي حوار وطني لا يمكن أن ينظم في إطار انعدام ثقة، ولذلك يجب إجراءات بناء ثقة، منها استقلالية القضاء، منها حرية الصحافة والإعلام، منها فتح مجال العمل السياسي والجمعوي للجميع بدون إقصاء، منها الكف عن المضايقات والمتابعات اللي يتعرض لها الجزائريون الذين يشاركون في الانتفاضة الشعبية وخاصة الشباب منهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي اللي كاين منهم من يقبع في السجون منذ أكثر من يعني منذ 25 سنة وأكثر. هذه إجراءات إذا كان السلطة الفعلية والنخبة الحاكمة الفعلية في الجزائر تريد يعني عندها نية صادقة في تنظيم حوار وطني يخلص البلاد من ما تعانيه من مشاكل ومن أزمة سياسية، فعليها أن تبدأ بدون يعني بتضييع وقت في هذه الإجراءات. أعتقد أن هذا كان في 2019 أو 2020، هذا هو رأينا، هذا هو ردنا. النقاط اللي ذكرهم البروفيسور عباس عروة ما هو الشروط لدخول الحوار، لا، هذو قبل ما قبل الحوار، يعني هذو ما يتناقشوش. حرية الإعلام، استقلالية القضاء، إطلاق سراح اللي اعتقلتهم حركيين أو معتقلين، حتى كان معتقل من التسعينات ظلما وعدوانا، لأن يعني اللي كانوا رافدين السلاح طلقتهم، اللي كانوا سياسيين راهم مسجونين، رفع التضييقات على السياسيين الحقيقيين. أما تروح كما قال أيت أحمد لما وصف حوارات النظام الجزائري، قال لك حوارات النظام الجزائري هو حوار الكلب مع ذيله، أو قال الذيب مع ذيله لا تذكر، لكن سواء كان الكلب أو كان الذيب فهذه هي الحقيقة. حوارات الجماعة التي تحكم النظام في الجزائر، تحكم الجزائر، كان دائما حوار خير، انتم خير،
الكلب مع ذيله ولا الذيب مع ذيله، تقدر تقول حتى الضبع مع ذيله، وأنا نفضل كلمة الضبع مع ذيله، لأن هذه العصابات الضبع، مع احترامي للضبع، مع اعتذاري للضبع، لأن ربي خلقه هكذا، وعنده يقدم أشياء، الضبع عنده بعض الأشياء الإيجابية اللي قدمها والخدمات اللي قدمها للبشرية، بما فيها أكل الجيف، ينقي الطبيعة مثلا، فهو من آكلات الجيف. لكن لو نجو نلخصها بعبارات دارجة نقولوا حوار نظام في الجزائر هو حوار الضبع مع ذيله، ودائما يحب يجيب ذيله ويتحاور معاه، لأنهم أذيال، لأنهم ذيول، لأنهم يحتاجوا، عارفين مش يحوسوا، يحتاجوا الفرماج والكاشير، لكن كل واحد كيفاش الفرماج والكاشير تاعه، كان اللي يروح له في كاسكروت، وكان اللي هو عبارة عن سيارة، كان اللي هو عبارة عن وظيفة، كان اللي عبارة عن منصب، كان اللي عبارة عن بورس لابنه، كان اللي عبارة عن مكان في كلوب ديفا، كان اللي عبارة عن شوية دراهم وشكاير يروحوا للأحزاب، وهكذا. نحن لن نشارك أبدا في الخداع.